أخواتي ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين على بركة الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد خوتي خواتاتي. اليوم غنشارك معكم واحد يعني حسبها وصفة رائعة وزوينة ومجربة، وأنا دايما أي حاجة سواء شريتها أو أي حاجة كنبغي نشاركها مع الأخوات ديالي. خوتي خواتاتي، انا مريت بواحد يعني بالشعر ديالي تيطيح لي بزاف، يعني ماشي مرض ولا شي حاجه، من عند الله يعني. ولات عندي عقده ديال الشعر تيطيح لي، كنمشي للحمام او الدوش كامل كيهبط ليا، يعني ما خليت ما درت له، ما نكذبش عليكم، ما خليت ما درت للشعر ديالي، هاد الثومه ها البصله هادي والو، الشامبوانات على الانواع يعني والو، يعني ولا قنطني كنمشي الحمام او المشاط هادي كله كيهبط ليا، خصوص في الوقيته ديال البرد. ماشي انا اللي كنمر بها، كيمروا بها النساء بزاف. حتى لواحد النهار تلاقات معايا واحد الاخت، الله يكثر خيرها والله يجازيها، بقينا كنهضروا، قالت لي، بقيت نتعاود معاها بحال هكا، قالت لي اختي انا راك بحالك اختي، انا نعطيك واحد شامبوان اللي غيحيد لك هاد الشيء كامل. قلت لها اختي عافيديني به، وهداك الشيء اللي كان فادتني بهاد الشامبوان والديميلور والزيت، الله يكثر خيرها في هاد النهار. قالت لي عليك بهادو وانا نشريهم، يعني انا هادو شريتهم لشعري، ماشي يعني عن ندير بهم شي حاجه، ولكن شريتهم للشعر ديالي، انا كنوريهم لكم يعني للشعر ديالي. هذيك السيده قالت لي عليك شراتهم من عنده، بعدا كانت شاريهم وسالوا ليها وجات لعندو على حساب هادو وهي توريهم ليا، قلت لها اختي عتقيني بهم، هذاك الشيء اللي كاين. المهم وانا قالت لي عجربيها وتفكريني، وداك الشيء اللي كان شريتهم، شريت هذا الشامبوان ديال الحبه السوداء، الشامبوان ديال الحبه السوداء، ها هو الحبه السوداء، وهذا الديميلور ديال الحبه السوداء، وهذا الزيت ديالهم، يعني كيعطيك معاهم هاد الزيت هذا. هاو دابا ان شاء الله غنوريكم الطريقه. الاخت ديالي من تبغي تغسلي شعرك الدهني بالزيت، او من تغسلي شعرك دهني بالزيت، ما هو شويه فيه الريحه قاصحه، من الاحسن دهني به ودخلي الدوشي، كدهني يعني كديري لشعرك الزيت واحد شويه صافي، وكتدخلي دوشي وكتغسلي بالشامبوان هذا، ها هو تاع الحبه السوداء. انا راه غاسله بيه، راه بقى فيه النص حد هنا يعني، وجربته الحمد لله والشكر لله. من كتسالي كديري الديميلور، ها هو، والشعر تيبدا يقوى وتيبدا يرطب، اللي عندها مدرج سبحان الله العظيم هاد الديميلور غزال. انا عندي الشعر شويه مدرج، ماشي حرش ولكن رطب ولكن مدرج، ماشي مسرح، وسبحان الله من وليت ندير هاد الديميلور قسما بالله لما لقيت فيه الراحه ديالي. فيما تكونوا غاد الحمام او اللي كدوش، المهم فيما تكوني عدوشي يقولي هذا هو الشامبوان ديالك وهذا هو الديميلور ديالك، فيما تكوني عدوشي هذا الشامبوان ديالك وهذا الديميلور ديالك وهذا الزيت. رقرقي راسك بالزيت على واحد شويه، على شويه، انا غنوريك وريكم كي دايره القريعه. عاد بداو تغسلو بالشامبوان وديروا الديميلور. اخوات ديالي ها هو، شي الشامبوان هذا، شي الشامبوان كي دايره ديال الحبه السوداء، هاو رائع وزوين.
يعني كون كان كيساعدني التليفون غنوريكم بجوج يدين الطريقه كي دايره. هو هذا الشامبان ديال هذا هو ديال الحبه السوداء. يعني الحبه السوداء راه معروف الناس يعني كتاكلها مع العسل. دابا ان شاء الله ندير لكم فيديو ديال العسل ديال الحبه السوداء اللي ضربوا البرد ان شاء الله. وهذا الديميلور هاو شتي هاو شو كي داير هذا الديميلور. هذا الديميلور يعني عاوريتكم كي داير هاو باقي عندي راه كنعامر كديري عا شويه وديري لشعرك هاو. يعني الشامبان تنكون كنغسل تنبقى نخوي على شعري والديميلور كنديروها مره واحده. هذا هو الزيت كتجبدي وكتبركي وديري في يدك الاخرى صافي كديري الشعر ديالك هو الاول وكديري تغسلي شعرك من تترقرقي شعرك بالزيت عادك شويه بحال هكا ماشي بزاف عادي بحال هكا صافي تبركي لها على يدك صافي وديريها لشعرك. ملي تكوني داخله للحمام تغسلي غسلي شعرك مزيان بهاد الشامبوان ديال الحبه السوداء مزيان عاد كديري الديميلور هاو تديري الديميلور تخليه شويه صافي كتغسلي شعرك الشعر كيبدا يقوى كيبدا يطوال وكيرطب. انا الشعر ديالي كان مدرش ولا دابا شعري رطب ولكن مدرش يعني ما مسرحش كيسرحوا لي على الشيشوار اولا درت باتشا بحالكم ما كنديرش انا باتش الا لك ساعه نمشي نصايب شعري. انا الاغلبيه من كنمشي للحمام او شي حاجه كنمشي نصايب شعري هاد الكوافوره تبقى لي مسرح. اما الديميلور هذا ولا لي شعري غسال كيحمق كنتمناكم تشريوه وديروه لشعركم. هو انا عشريته راه قلت لكم في الاول شنو المراه هي اللي لقاتني الله يجازيها وراتني وكان الشعر ديالها مسكين ما كيخلفش ولا كان تيطيح ليها هذه 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 هي اللي نصحتني مسكينه بهادو وانا نشريها من عند مول شريتها انا من عند اللي كيبيعوا الماكياج هذاك تبارك الله ما شاء الله كيدير كوموند بحال هكا وشريت من عنده وصيته قلت له الله يجازيك بخير لما دير لي انا كوموند دوموند لي على شي شامبان قال لي صافي كوني هانيه مسكين وشريتهم الحمد لله والشكر لله ما نكذبش عليكم لقيت راحتي دابا الشعر ولا لي مسرح الشعر ما بقاش يطيح الحمد لله والشكر لله. وهذا هو الشامبوان اللي شاركت معاكم وكنتمنىكم تجربوه راه رائع وزوين اي سيده شعرها سيطيح تمشي عند شي مول المحل اللي كيبيع يقدر يكون في فرماسيان يقدر هذا يكون تيتباع في الفرماسيانات في اي بلاصه ثمن مناسب كنتمنىكم تقدروا تشريوه من الفرماسيان ومن اي بلاصه تشريوه قول لهم الشامبوان والديميلور والزيت ديال الحبه السوداء ان شاء الله يعطيه لكم وبقاو ديروه للشعر ديالكم. وهذه هي الوصفه ديال الشامبوان والديميلور والزيت ديال الحبه السوداء ودابا ان شاء الله غنشارك معكم واحد فازلين اللي بغات رجلاتي يكونوا غزالين وكيحمق وانا اي حاجه كنجربها كنبغي نوريها لكم. خوتي خواتاتي دابا نشارك معكم فازلين هادي ماشي فازلين دا شي حكيك اما فازلين درت انا فازلين تكون اللي تكون ديال الفرماسيان تكون يعني ماركه زوينه اللي قدامها بغاتهم حمارو وليو زوينين كتمشي للحمام او كتغسلي رجلك في الدار وبغيتي رجلي هذوك القديمات ديالك ما تكونيك خارجه لابسه بليغه او لابسه صنيدله دابا الصيف جاي والرجلات خصهم يكونوا زويونين وباينين عليكم فازلين والعكار الفاسي العكار الفاسي دا عادي المهم انا بحال المهم انا شريته بحالك قال لي هو عكار الفاسي ايه هاو هذا
انا شديت هاد الحكيك بحال هكا كان عندي وخلطت فيه فازلين ودرت فيه عرست المعلقه من العكار الفاسي وخلصتها مزيان ووليت فين ما نحك رجليا او نمشي للحمام او هادي نديرهم القديماتي وكنطلع تبارك الله وصل النبي ما شاء الله ولا رجلي مزيان. انا حاشا وجهكم حاجه وجهكم ما كنبغيش نوري الرجلين ديالي ما نكذبش عليكم كنحترمكم وكتحترموني ما نقدرش نوري الرجلين ديالي يعني دابا انا عاورتكم الطريقه ان شاء الله انتم تشوفوها. ها هي شتي فازلين درت فيها شويه راس المعلق صغيره ديال العكار الفاسي خلطتها مزيان ودابا كندهن بها رجليا الرجلين ولاو تيشعلو غزالين كيحمقوا يعني تبارك الله ما شاء الله ولاو زوينين كون خارجه نبغي دابا البرد حيد ودابا خصنا ضروري نبقاو نلبسو صنيدلات ضروري الرجيلات ديالنا يكونوا زوينين وكنخرجوا لبرا وانسان يعني كي يمد عينو يعني ضروري يكونوا رجليك مزيانين. المهم الانسان من يكون خارج برا دائما يكون انيق لا بالقليل ولا بالكثير بالقليل ونقيو راسنا يعني يكونوا رجلاتك زوينين وما كاين ما احسن من الوصفات الطبيعيه وان شاء الله باقا نشارك معكم وصفات طبيعيه ان شاء الله. وخوتي وخواتاتي هادشي اللي شاركت معكم واي حاجه كنبغي نشاركها معكم المهم نتوما وليتو اخوات ديالي وكنتمنىكم يعني تزيدوا تدعموني وتطلعوني لان القناه باقا صغيره. وكنشكر اي اخ او اي اخت اللي دعموني وكنشكر اي اخ واخت اللي يعني كيكبروا بيا وكيدخلوا لعندي ويشوفوا تيشوفوا الفيديو كيديروا لي جيم كيديروا لي كومونتير زوين شكرا بزاف. وباقا كنعاود عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والعافيه وباش كتمناو يا ربي. والاخوات ديالي وهذا هو الشامبوان ديال الحبه السوداء والديميلور ديال الحبه السوداء والزيت ديال الحبه السوداء اللي شاركت معكم وشاركت معكم ديال الشعر وشاركت معكم فازلين والعكار الفاسي اللي نديروه للقدام ديالنا وضروري نعتنيو بالراس ديالنا ودائما يعني نكونوا تايقين في راسنا ونتهلاو في راسنا الا بالقليل ولا بالكثير. والاخوات ديالي تبارك الله عليكم وبصحتكم وبالصحه والراحه مع السلامه.